خلونا نروح لغزة ونروح للسيدة إيناس حمدان المتحدث باسم الأونروا في غزة. سيدة إيناس أهلا وسهلا. أهلا بكم، مساء الخير، تحياتي للجميع. تحياتي يا فندم. سيدة إيناس، هل يمكن أن تصفي لنا الوضع الآن على الأرض في مناطق القطف الإسرائيلي؟ يعني بشكل عام الظروف صعبة وكارثية ومأساوية، يعني ربما لا يوجد كلمات لوصف حقيقة المأساة الحادثة في جميع مناطق قطاع غزة. طبعا تزداد حدة في المناطق التي يشتد فيها القصف وتشتد فيها الأعمال العدائية، ولكن الظروف بشكل عام للنازحين، للعائلات، الأطفال، النساء غاية في الصعوبة، وخصوصا ونحن نتحدث أيضا عن محدودية الموارد. يعني مثلا نحن في الأونر وحتى هذه اللحظة ما يصلنا من مساعدات إغاثية بسبب الإغلاق المستمر للمعابر وإجراءات التفتيش الكثيرة التي يطلبها الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بدخول الشاحنات والساعات الطويلة التي تنتظرها الشاحنات على الجانب الآخر، تجعل عملية توزيع المساعدات وإيصال لكل المحتاجين أمر غاية في الصعوبة ومليء بالتحديات. يعني مثلا حسب تغريدة منذ أقل من ساعة كانت للمفوض العام، ما دخل يعني مؤخرا لا يتعدى 30 شاحنة مثلا، ونحن نتحدث عن حاجات ضخمة ومهولة على أرض الواقع. يعني النازحون ينزحون من أماكن نزوح إلى أماكن نزوح أخرى، ومعها تبدأ رحلة جديدة من المعاناة. وبعض المخازن لدينا بدأت بالفعل بالنفاذ. أمين أعتقد أقول إنه المواد المخزون الغذائي والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه النظيفة، كل هذه بدأت بالفعل تنفذ. وما لم يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي وتأمين ممرات لدخول المساعدات وبشكل منتظم وكافي أيضا للقطاع، نحن على وشك كارثة حقيقية، كارثة إنسانية متعلقة بحياة المدنيين في قطاع غزة. نحن نتحدث عن كميات أيضا قليلة جدا من الوقود التي تصل لها الأونروا، على الرغم من أنه نحن أكبر منظمة أممية تدير الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات صحية وغذائية وإغاثية وخدمات مأوى، ولكن حتى هذه يتم وضع قيود عليها. بالتالي هذا ما يزيد الظروف تعقيدا وتزيد المعاناة سوءا بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة. كأونروا كوكالة هامة معنية بهذا الأمر، هل الحصار والعقوبات التي وقعت عليكم ومنع الحصص من بعض الدول الأوروبية من دفع حصصها، هل انعكس ذلك بشدة على أدائكم؟ يعني بشكل عام قضية التمويل قضية أساسية، كوننا نتحدث عن أونروا وهي منظمة تعتمد بشكل أساسي على التبرعات الطوعية من الجهات المانحة والدول الأعضاء. صحيح أننا مؤخرا تقريبا وحسب تصريحات الأونروا الأخيرة عادت أغلب الدول التي كانت قد جمدت التمويل، إلا أنه لا تزال مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تحجب التمويل وتجمده، وهذا ما يخلق عجز أو فجوة في الميزانية لدينا لهذا العام. الأونروا لا تعمل فقط في غزة، تعمل في مناطق عمليات أخرى، الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، الأردن ولبنان وسوريا. هناك 5.9 مليون لاجئ فلسطيني بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين الذين هم في قطاع غزة الآن، يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات الرئيسية التي تقدمها الأونروا. يعني نحن نقدم خدمات تعليمية على مستوى مناطق العمليات الخمس. صحيح أن الخدمات التعليمية متوقفة بسبب الحرب على قطاع غزة، ولكن الأونروا تدير أكثر من 700 مدرسة، أكثر من 500,000 طالب وطالبة في مناطق العمليات يذهبون إلى هذه المدارس. ندير أكثر من 139 مركز صحي في غزة مثلا، كنا ندير 24 مركز صحي. بسبب الظروف والتقييدات على دخول المستلزمات والمواد الغذائية الآن لا نستطيع إلا إدارة 7 مراكز صحية في قطاع غزة، على الرغم من إذن ماذا فعلتم مع العدد الكبير من المصابين امبارح 245؟ واضح أن الإصابات عنيفة وشديدة جدا، عدد ضحايا الشهداء الذين صعدوا إلى السماء.
كيف تتعاملون مع الوضع الصحي الصعب؟ ما حدث يوم أمس شيء مروع للغاية يعني، ويثبت بعدم وجود أماكن فعلا آمنة في قطاع غزة كما تشير دائما الأونروا. النظام الصحي كما تعلمون شبه منهار، وكثير من المستشفيات خرجت عن الخدمة. نحن من خلال المراكز الصحية التي لا نزال نديرها في مناطق سواء رفح أو الجنوب أو الوسط، نساعد في عمليات التطبيب و استقبال بعض الجرحى، ولكن مرة أخرى نصطدم بنفس الإشكالية وهي محدودية المستلزمات الطبية، الأدوية مثلا. هناك ضغط كبير على الطاقم الصحي لدينا، كون أنه معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة، بالتالي معظم العائلات النازحين السكان بشكل عام يأتون إلى مراكز الأونر، وسواء في الظروف الكارثية كما حدث يوم أمس أو في الظروف العادية حيث نقدم خدمات طبية متنوعة. بالتالي هذا يثبت أهمية وجود واستمرار دعم الأونروا في مناطق العمليات، وتحديدا في مناطق قطاع غزة في ظل ما يحدث من كوارث. يعني القطاع أصبح مكان منكوب بصراحة، من يعني نحن نتحدث عن دمار في البنى التحتية، نزوح مستمر، أعداد ضحايا لا تقف، الأمور فعلا كارثية. والطاقم الصحي لدينا يعني متفاني ويحاول تقديم الكثير من الخدمات. معظم العيادات مثلا لدينا تعمل بنظام الفترتين صباحية ومسائية، إلى جانب ذلك لدينا أكثر من 100 نقطة طبية متنقلة موزعة على مناطق النازحين حيث يوجد النازحين، أو في مراكز الإيواء التي هي مراكز أو منشآت تابعة. مسؤولية كبيرة جدا سيدة إيناس، جهد كبير ما تقومون به، تحياتنا لكم وقلوبنا معكم ومع أهلنا في غزة. بشكرك جدا السيدة إيناس حمدان المتحدث باسم الأونروا في غزة.